يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. عندنا كواليس وأخبار كتيرة النهاردة، سواء على الصعيد المحلي العالمي، وتحديدا كمان آخر كواليس الأهلي قبل مباراته اليوم أمام المقاولون العرب في أولى مباريات مستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. كلام كتير هيكون بخصوص هذه المباراة وآخر استعدادات وتحركات الفريق قبل انطلاق مباراة اليوم تحديدا. لكن في البداية مستنيين تفاعل حضراتكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال الحلقة، توقعاتك للتشكيل الأول لموسيماني مع الأهلي في مباراة اليوم أمام مقاولون العرب، وهي مباراة غاية في الصعوبة، نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي، وهنتكلم عن المباراة بالتفاصيل. قبل ما أتكلم في كل تفاصيل حلقة اليوم، خلينا نشوف أهم وأبرز عناوين الحلقة. يلا بينا. في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يلاقي المقاولون في الظهور الأول لموسيماني. كمان في ترند الأهلي، مؤمن زكريا يشارك في الإعلان عن الزي الجديد للمنتخب. أما في الترند العالمي اليوم، مباراة بين ليفربول وأستون فيلا بنكهة مصرية. طيب عايز أتكلم مع حضراتكم وأبتدي في بداية الحلقة النهاردة بخصوص حجم التأثير المتواصل عقب إعلان النادي الأهلي تولي مستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم، ووضح جدا مدى أهمية كرة القدم في القارة الأفريقية، ومدى أهمية تواجد المدير الفني مع النادي الأهلي. نادي كبير جدا بحجم النادي الأهلي يكون متواجد في مدير فني على رأس القيادة الفنية وهو مدرب أفريقي من جنوب افريقيا. فان دل يدل على ايه؟ يدل على ان كره القدم والرياضه بشكل عام هي قوه ناعمه، ومدى اهميتها في بعض الابعاد الاخرى اللي اكيد بتكون معروفه لدى الجميع. دايما النادي الاهلي بيفكر بره الصندوق، وده اللي حصل في تعيين مستر بيتسو موسيماني. ما اعتقدش ان الموضوع كان في بال ناس كتير جدا من المتابعين ومن النقاد ومن اصحاب الانفرادات ان ممكن بيتسو موسيماني يكون مدير فني للنادي الاهلي. المعلومه كانت عندنا قبلها بيومين او حاجه، لكن في كل الاحوال خبر جيد وامر مهم جدا، واضح مدى تاثيره على القاره الافريقيه بالكامل. دليل على كده ايه؟ الدليل اهتمام الاعلامي الكبير في جميع انحاء القاره ومختلف الصفحات على السوشيال ميديا في القاره الافريقيه. يعني حتى لدرجه امبارح لاحظت صفحه من الصفحات الجنوب افريقيه كانت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على ان هم عندهم مباراه بكره اللي هو النهارده يعني امام مقاولون العرب. شوف مدى الاهتمام ومدى المتابعه اللي هتكون للدوري المصري ولمستر بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. طبيعي جدا النادي الاهلي عنده جماهيريه عريضه في القاره الافريقيه وفي جميع انحاء العالم، ده امر طبيعي. لكن لما يكون عندك مدرب من جنوب القاره وبيمرن فريق كبير جدا وبطل القرن في افريقيا هو النادي الاهلي، فهتلاقي المتابعه بشكل دوري ودائم بالنسبه للفريق. وهتشوف ده كمان امتى؟ بعد انتهاء مباراه اليوم. الكل هيبقى متابع مباراه اليوم واول مباراه لموسيماني وعمل ايه في المباراه دي والامور مشيت ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. هتشوف بكره بقى في حلقتنا في الترند كمان حجم المتابعه كان عامل ازاي وتفاعل القاره كلها مع النادي الاهلي. بمناسبه بقى مستر بيتسو موسيماني، والنهارده الصبح انا كده شفت خبر في احدى المواقع الكبيره في الحقيقه في مصر، والكلام على زوجات المدربين سواء في الأهلي أو الزمالك ومين مش عارف إيه، كلام بصراحة يضايق جدا جدا يعني، وكانت سقطة إعلامية بكل المقاييس. لكن اللي عجبني تصحيح الخطأ سريعا. مش عيب إنك تغلط، مش عيب إنك يعني يكون عندك هفوة معينة حصلت، العيب إنك تستمر في الخطأ. التعديل ده الأهم، وده اللي حصل من إحدى المواقع الكبيرة. يعني كنت حابب أتكلم في الموضوع بشكل أكبر، بس طالما صححوا غلطهم خلاص نقفل على القصة، والغلط وارد لكن المهم تصحيحه. فالجوانب العنصرية أو التنمر ده أمر غير مطلوب إطلاقا، وللأسف صدر عن موقع كبير جدا من المواقع اللي عنده متابعة كبيرة واللي احنا بنحترمهم بشكل كبير في كل الأحوال يعني. فتصحيح الخطأ كان أمر مهم وواجب برضو التنويه ليه. فأنا ما عنديش مشكلة إطلاقا إطلاقا إن أي حد ينتقد موسيماني فنيا، ينتقد موسيماني في تغييراته، في تصرفاته على الخط، في أي حاجة، أي حاجة تخص الجانب المهني ينتقد براحتك وخد راحتك على الآخر.
لكن هتروح للجانب العنصري، هيبقى في تنمر، هيبقى في امور ليست مطلوبه اطلاقا في ظل هذا التوجه اللي موجود في الدوله نحو العلاقات الطيبه مع القاره الافريقيه. فده امر هيكون غير مقبول، غير مقبول وغير مهني، ملوش اي لازمه. واتمنى ان الخطا ده ما يتكررش سواء من الموقع حضراتكم عارفين طبعا قصدي على ايه النهارده، او اي موقع اخر، يعني لان هفوه كانت صعبه جدا ان الواحد استغربها. ده بخصوص حجم تاثير تعاقد النادي الاهلي مع موسيماني. بالمناسبه النهارده نتمنى له كل التوفيق في مباراه اليوم. لكن تعالى بقى نتكلم عن المباراه ومعطيات ما قبل هذه المباراه اللي هتنطلق الساعه 8 مساء على استاد القاهره الدولي، وان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. لكن اللي لفت نظر كل جمهور النادي الاهلي هو انضمام صالح جمعه لاعب الفريق المستبعد مع مستر رينيه فايلر، ما شاركش غير 5 دقائق تقريبا معاه من ساعه ما جه، ولقينا امبارح في القائمه تم الاعلان عنها بتواجد صالح جمعه، وده امر مهم جدا. البعض على السوشيال ميديا بيتكلم على موضوع الستوري ومش الستوري وكلام من ده، انا مش متاكد بنسبه 100% ان الستوري دي تخص صالح جمعه، فانا مش هتطرق ليها القصه اللي الناس تبعتها يعني على السوشيال ميديا. لكن الاهم بالنسبه لي، الاهم بالنسبه لي وده امر غايه في الاهميه، ان انت عارف دايما ان المدربين المديرين الفنيين انواع. في مدرب يجي يبص على تقارير خاصة بكل اللاعبين اللي عنده كمدرب جديد وياخد انطباعات أولية عن كل اللاعبين، وبناء على هذه الانطباعات بياخد قرارات، زي مثلا ما حصل مع مستر فايلر. الراجل جه شاف تقرير عن صالح جمعة، لقى إن اللاعب يعني ما بيلعبش كتير، في مشاكل معينة كلام من ده، فقال لك لا أنا واخد انطباع عنه، الراجل ده أنا مش محتاجه معايا الفترة اللي جاية، وهو صرح بكده. النوع الاخر واللي حصل مع مستر بيتسو موسيماني، بيشوف تقارير وبيبص على التقارير دي وبيحطها في اعتباراته، لكن في نفس الوقت تفكيره هو ايه؟ ان هو يمد ايده لكل اللاعبين. انت بقى كان عندك مشاكل قبل كده، ما كنتش بتشارك، كنت بتشارك ايا كان ايه وضعك وايه ظروفك، انا بمد لك ايدي. فلما همد لك ايدي فالدور عليك انت كلاعب تثبت وجودك. فنيه كويسه عند المدير الفني الجديد مستر موسيماني. الدور على مين؟ الدور على صالح او اي لعيب اخر، انه يثبت تواجده، يثبت ان هو ملتزم، يثبت ان هو يستحق في التواجد في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. فدي مدرسه او دي عقليه مختلفه عن عقليه مستر ريني فايلر بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، وامر جيد جدا في الحقيقه بالنسبه لتواجد صالح جمعه في قائمه الفريق في مباراه اليوم. هنشوف هيشارك ولا لا، لكن في كل الاحوال خطوه جيده، وخصوصا ان صالح مقيد في القائمه الافريقيه، فانت محتاج لكل لعيب متواجد في القائمه الافريقيه قبل الفتره اللي جايه طبعا من مباراتي الوداد المغربي، اللي هم اكيد المباريات الاهم غايه في الاهميه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي ولجماهيره طبعا. طيب عايز اتكلم كمان عن الاهلي في مباراه اليوم وكيف يستعد لهذه المباراه، وخصوصا حضراتكم عارفين ان المباراه دي من ضمن المباريات اللي بيستعد من خلالها مستر بيتسو موسيماني وايضا اللاعبين لمباراتي الوداد، فالاستعداد هيكون مختلف شويه، ممكن ما نلمس اي جوانب فنيه سريعا بسبب تواجد مدير فني جديد، لكن هنشوف على مدار المباراه. مش مطالب اي حاجه من مستر بيتسو موسيماني غير ان هو يبتدي يتاقلم بشكل سريع مع الفريق قبل مواجهتي الوداد. ومباراه اليوم بكل تاكيد غايه في الصعوبه، لان انت عندك اهداف متعدده، سواء تجهيز اللاعبين للمرحله الافريقيه او حتى مواصله الانتصارات عشان بعض الارقام القياسيه، رغم ان ده مش اولويه قوي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ليه لا، يعني امر مهم. وايضا ان انت هتلاعب فريق قوي جدا زي فريق المقاولون العرب بمدير فني ممتاز هو كابتن عماد النحاس، وبينافس طبعا على المربع الذهبي، فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه. في كل الاحوال، كل الاحوال يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ولمستر بيتسو موسيماني في مباراه اليوم. طيب خليني اتكلم شويه عن بعض المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، ونشوف ايه مباريات اليوم. تحديدا نبتدي بالدوري المصري، النهارده الاتحاد هيلعب طلائع الجيش ضمن مباريات الجوله رقم 31 الساعه 5:30، والمباراه بتاعه بالليل مباراه الاهلي والمقاولون، المباراه اللي بتهمنا بكل تاكيد هتكون الساعه 8 في استاد القاهره. نروح للدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي في النهارده عدد من المباريات، ليستر سيتي مع ويست هام يونايتد، مباراه انتهت 3-0، كانت ابتدت الساعه 1 الظهر، في نفس التوقيت كانت مباراه ساوثامبتون
وويست بروميتش ألبيون، وانتهى بفوز ساوثامبتون بنتيجه 2-0، واستمرار لغياب احمد حجازي عن المباريات، ممكن ما يكونش جاهز بنسبه 100% بعد عودته من الاصابه. في مباراتين كمان انتهوا من لحظات قليله، وهي مباراتي ارسنال مع شيفيلد يونايتد. فوز ارسنال بنتيجه 2-1، اهداف ساكا وبيبي، صراحهم بيلرين طبعا الظهير الايمن لفريق ارسنال، في ظل تواجد محمد النني كعنصر اساسي في هذه المباراه، ما اتغيرش ولعب 90 دقيقه وادى مباراه جيده جدا. بنشيد جدا بمحمد النني، احد العناصر المميزه اللي رفع اسم مصر عاليا في الحقيقه. ويلفرهامبتون كمان لعب في نفس التوقيت مع فولهام وكسب 1-0 بهدف نيتو. في مباراة أخرى هتبتدي كمان تلت ساعة بعد دلوقتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام، وهي قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي. وأيضا مباراة بالليل الساعة 8:15 ما بين أستون فيلا وليفربول، مباراة تهمنا جدا لأن أستون فيلا بيضم تريزيجيه والمحمدي، وليفربول بيضم النجم المصري محمد صلاح، فهيبقى في حجم متابعة لهذه المباراة رغم إن هي في توقيت مباراة الأهلي والمقاولين، فبالتالي ممكن ما تبقاش متابعه كبيره. في كل الاحوال الدوري الاسباني في مباريات اخرى، اوساسونا فاز على سيلتا فيجو 2-0، ديبورتيفو الافيز لعب مع اتلتيكو بلباو، مباراه كانت الساعه 2. وفي مباراه اخرى في هذه اللحظات ما بين ريال مدريد وليفانتي، متقدم ريال مدريد بهدف لفينيسيوس جونيور، والساعه 6:30 قادش مع غرناطه، وايضا الساعه 9 برشلونه مع اشبيليه. وكمان الدوري الايطالي في بعض المباريات، اتلانتا مع كالياري، دي مباراه انتهت كانت الساعه 12:30 ظهرا، 5-2 لاتلانتا، ومباراه كانت غايه في الاثاره ما بين لاتسيو وانتر ميلان، وانتهى بتعادل الايجابي 1-1 في مباراه شهدت طرد لكل لاعب في كل فريق. وايضا مباراه بارما مع هيلاس فيرونا انتهت بفوز بارما 1-0، بينيفينتو مع بولونيا 1-0 لفريق بينيفينتو، والساعه 6 مباراه ميلان وسبيزا، والساعة 9:15 مباراة يوفنتوس ونابولي. عندي كمان بعض الأرقام اللي بتخص مباراة اليوم ما بين الأهلي والمقاولون العرب، هنتكلم فيها بتفاصيل أكتر، بس هروح لفاصل الأول وبعد فاصل نرجع نكمل. يلا بينا. الترند الاهلي، خليني اقول لحضراتكم تاريخ المواجهات ما بين الاهلي والمقاولون في بطوله الدوري العام تحديدا. الاهلي والمقاولين لعبوا 73 مباراه، الاهلي فاز في 51، في المقابل المقاولين كسب في 7 مباريات، التعادل كان حاضر في 15 مواجهه. الاهداف، الاهلي احرز في شباك المقاولين في تاريخ مواجهاتهم 127 هدف، في المقابل المقاولون العرب احرز 41 هدف. ده كان تاريخ مواجهات الفرقتين، نتمنى ان النهارده باذن الله يكون فوز جديد للنادي الاهلي في تاريخ هذه المواجهات، في مباراه بكل تاكيد طبعا هتكون مباراه غايه في الصعوبه. خلينا نبتدي بترند الاهلي ونتكلم ونشوف ايه ابرز الامور اللي كانت على السوشيال ميديا، وتحديدا عايز ابتدي بمستر بيتسو موسيماني، واللي كتب على حسابه على تويتر، كتب وتحدث عن احترام اللي بيمنحه النادي الاهلي ليه ولجهازه المعاون، ده امر كان مهم جدا، يعني بيقول نادي القرن منح لنا احترام كبير جدا، وده امر طبيعي من قبل النادي الاهلي اللي بيحترم كل الموجودين سواء داخل النادي او خارج النادي. في كل الاحوال دي سمه اساسيه عند النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف جزئيه اخرى بتتعلق بمباراه اليوم بالتحديد من صفحه يلا كور على انستجرام، واللي بيتكلموا على التشكيل المتوقع لمباراه الاهلي والمقاولون. تشكيل النادي الاهلي تحديدا في حراسه المرمى زي ما هم كاتبين ومتوقعين، محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف وياسر ابراهيم اثنين مساكين، اعتقد هم اقرب اثنين يكونوا متواجدين في المركز ده في ظل الغيابات اللي موجوده. احمد فتحي ممكن جدا فعلا النهارده يلعب كظهير ايسر، في المقابل محمد هاني هيكون ظهير ايمن. في نص الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، قدامهم محمد مجدي قفشه والثلاثي الامامي اليو باجي، محمود عبد المنعم كهربا وجيرالدو. ده مجرد تشكيل طبعا متوقع من صفحه يلا كوره. خلينا نروح لصفحه اخرى وهي صفحه سوبر كوره، واللي ايضا بيتوقعوا التشكيل الخاص بالنادي الاهلي في مباراه اليوم واولى مباريات مستر بيتسو موسيماني مع الفريق. في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد هاني مساك، هم هنا متوقعين محمد هاني يكون مساك بجانب ياسر ابراهيم، على ان يكون احمد فتحي ظهير ايمن وايمن اشرف ظهير ايسر. بالمناسبه في كمان محمود وحيد، مش عايزين ننسى، متواجد في المركز ظهير الايسر، ممكن يشارك بشكل اساسي اذا كان متواجد في القائمه يعني. وفي نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج، قدامهم محمد مجدي قفشه، حسين الشحات اللي بيعود لمستواه تدريجيا بعد الاصابه، كهربا واليو باجي، ده ايضا كان توقع اخر من حساب سوبر كور.
خلينا نتكلم عن كمان نتائج اخر 10 مواجهات بين الاهلي والمقاولون، وده اللي بيتكلم فيه حساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقولوا اخر 10 مواجهات كانوا كالاتي: الاهلي 2-0، كمان فاز على المقاولين 3-1 وخسر مباراه في التوتال، خسر مباراتين الاهلي في اخر 10 مواجهات، في المقابل الاهلي فاز في 8 مباريات. والنتائج زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه: 2-0 للاهلي، 3-1 للاهلي، 1-0 للمقاولين، 5-2 و3-0 و2-0 و2-0 و3-0 و3-1 للاهلي. في المقابل المقاولون فاز بنتيجه 1-0 في مباراه اخرى من ضمن احدى المباريات في اخر 10 مواجهات. طيب قبل ما استفيض واكمل في الحديث عن مباراة اليوم وترند الأهلي، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في مقر إقامة الفريق قبل التحرك لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لهذه المباراة. يا شريف أهلا بيك. أهلا بيك، تحياتي ليك يا زميلي أمير ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلت فعلا احنا في مقر إقامة النادي الأهلي، الفندق اللي موجود في التجمع الخامس، ويمكن قريب من استاد القاهرة حوالي 20-25 دقيقة بكتير بإذن الله، ويكون الأهلي في استاد القاهرة هيتحرك بعد المحاضرة اللي هتكون في 5:30 حسب بقى النهاردة. طبعا مستر موسيماني مش محدد التحرك الساعة كام، هو اللي قال المحاضرة الساعة 5:30، ولكن احنا لسه مش عارفين ميعاد التحرك إمتى. المحاضرة هتبقى نص ساعة، هتبقى ساعة إلا ربع، هتبقى تلت ساعة، الله أعلم. طبعا هو ليه نظام جديد وسيستم جديد هنعرفه ونتعرف عليه مع المباريات القادمة بإذن الله. طيب أبرز ما يميز هذا السيستم الجديد من خلال متابعتك يا شريف على مدار الساعات القليلة السابقة في مقر إقامة النادي الأهلي من قبل مستر بيتسو موسيماني، لاحظت إيه مثلا؟ يمكن ابدا لك من تمرين امبارح. تمرين امبارح يمكن المحاضره كانت ساعه، ويمكن محاضره كبيره جدا يتكلم فيها، وعرفت الكواليس اللي اتكلم فيها. اتكلم الاول حوالي 25 دقيقه عن شخصيته، بيحب ايه في اللاعب، بيحب التعليمات اللي تتقال تتنفذ ازاي في التمرين في المباريات، عرف اللعيبه على شخصيته وعلى التعليمات اللي هو حابب يشوفها الفترات المقبله. وبعد كده او في اخر نص ساعه كان في عرض الفريق المقاولين العرب، نقاط القوه ونقاط الضعف. بعد انتهاء المحاضره نزل التمرين، جرب خطة اللعب اللي هيلعب بيها، التشكيل اللي هيلعب بيه، جرب البدلاء كمان اللي ممكن يبدأ بيهم اليوم. عنده مشكلة في السيرد باك، مشكلة في الباك ليفت، امبارح جرب فيها كذا لعيب. يمكن امبارح ما سابش حاجة في التمرين، وقف المران أكثر من مرة عشان يحفظ اللاعبين ويصلح الأخطاء أول بأول. يمكن ده كان امبارح. النهاردة بدأ اليوم، كان في الفطار كان في 10 صباحا، الغداء كان 1:30، يمكن السناكس كان الساعة 5، والمحاضرة زي ما قلت لك يمكن 5:30. يمكن اللعيبة هتبقى من ورايا بعد لحظات عشان تخش المحاضرة. المحاضرة هتقعد قد ايه؟ غالبا متوقع نص ساعة، هيتكلم فيها عن تشكيل المباراة اللي هيبدأ بيها كمان يعني الساعة 8 طبعا في استاد القاهرة الدولي. هيقول الأبرز الكورة الثابتة بتتعمل ازاي، اللي ممكن يتنفذ في المباراة، المطلوب ايه من المباراة، يضغط ضغط عالي ولا يقف وسط ملعبه. كل التعليمات الفنية اللي هتكون خاصة كلها بالمباراة هتكون موجودة. ولكن خليني أقول لك زميلي أمير، اللي لفت نظري زي ما قلت لي يمكن بعد الفطار، الفطار كان الساعة 10، هو جه 10 بالثانية هو وجهازه بيتحركوا كتلة واحدة، لسه برضه ما فكوش قوي، لسه بيتحركوا مع بعض هم الثلاثه، ومعاهم طبعا دكتور عمرو محب مترجم الفريق. قعدوا على ترابيزه، وقعد معاهم طبعا مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. قعدوا في اجتماع بعد الفطار حوالي 2:45، اجتماع اتكلموا فيه عن كل حاجه. الراجل بيعمل اجتماعات كتير، بيسال على كل لعيب، عارف لعيبه كتيره، عارف اسماء كتيره، ولكن في لعيبه ما بيعرفهاش، فبيسال مين دوت. اما بتقول له مثلا فلان، يعني بدون ذكر اسماء، ده فلان، فيقول لك ده فلان اللي عمل كذا، اللي عمل، اللي لعب كذا، اللي كان عنده مشكله كذا، اللي كان عنده اجاده في كذا. يعني الراجل ملم بمعظم الامور الخاصه بالفريق، يعني ملم بكل صغيره وكبيره تخص فريق النادي الاهلي، حتى لو مش عارف الشكل، الاسم عارف الاسم دوت عمل ايه وليه ايه وعليه ايه، كل كبيره وكل صغيره مع الراجل عارفها طبعا. مستر موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، كل حاجه كل حاجه عارفها الراجل، مش سايب حاجه للظروف. الراجل يعني مش عاوز اقول، يعني احيي مجلس الاداره على اتخاذ القرار ولجنه التخطيط. الراجل يعني وفر لنا خطوات كتيره جدا، عارف كل حاجه، مطلع على كل حاجة. فيا رب بإذن الله يكون التوفيق معاه في مباراة النهاردة، والأهم بقى مباراة الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي أفريقيا والفوز ببطولة أفريقيا، لأن الأهلي بأمانة يستحق النجمة التاسعة بإذن الله. طب طبقا لمتابعتك لمران الأهلي بالأمس الشريف، كيف تتوقع التشكيل؟ وتحديدا عايز أسأل على صالح جمعة، هل ممكن يكون في نسب كبيرة لمشاركته في مباراة النهاردة ولا لا؟
امبارح صالح في التمرين ادى تمرين قوي جدا ويمكن لفت الانظار، ويمكن كان يعني مجهوده الوافر في التمرين كان موجود في قائمه المباراه اللي هي ضم طبعا 21 لاعب، ولكن يمكن قفشه يمكن حجز غالبا يعني من اللي شايفه امبارح قفشه يمكن حجز لعبه النهارده وممكن يبقى بديل ليه وليد سليمان. هيستعين بصالح ولا مش هيستعين بصالح الله اعلم، ولكن امبارح كان متالق في التمرين، ولكن وليد سليمان اجهز طبعا منه، قفشه اجهز من الاثنين. أنا يبدو أن الشناوي يمكن هو ممكن النهاردة يكون هو حارس مرمى النادي الأهلي اللي يبدأ بيه التشكيل، السردباكين عنده هيلعب بأيمن أشرف وياسر إبراهيم ولا يلعب يدخل حد من في البكرايت إذا كان محمد هاني أو أحمد فتحي، هيلعب مين بكرايت محمد هاني ولا أحمد فتحي في الباك ليفت اللي عنده فيه مشكلة، يلعب بيه الناشئ محمد شكري ولا نلاقي أحمد فتحي في الباك ليفت زي ما هو يمكن هيستقر بعد لحظات، ولكن يعني يمكن بتتكلم ممكن تلاقي اثنين سردباكين ياسر وأيمن أشرف، وممكن تلاقي في اليمين محمد هاني، وممكن تلاقي في الشمال احمد فتحي، اثنين ديفندرين غالبا حمدي فتحي عم تتكلم في السوليه ديانج مين اللي اقرب من الثلاثه. يبدو ان حمدي والسوليه هما الاجهز، او من اللي انا شايفه امبارح ومن النهارده يمكن هما الاجهز لهذه المباراه. يمكن الخط الامامي بقى القوي جدا، الشحات في اليمين، قفشه في مركز العشره، كهربا ناحيه الشمال، بادجي ولا مروان، يمكن بادجي يكون الفرص في بدايه اللقاء النهارده. كلها يعني كروت الراجل بيلعب بيها، وراجل امبارح جرب ناس كتيره، جرب البودل ايضا اللي ممكن يستعين في المباراه زي ما قلت لك، بالسايب حاجه للظروف خالص اللي ما بيشتغل عليها، متبقي فقط التوفيق ثم التوفيق، وباذن الله يكون الثلاث نقاط جداد يضافوا الى رصيد نادي الاهلي طبعا على فريق كبير هو فريق المقاولين العرب باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم كان معانا على الهواء مباشره وطمنا من خلاله على كل الكواليس الخاصه بمباراه اليوم واخر استعدادات الفريق واخر الكواليس الخاصه كمان مستر موسيماني. واكيد فوز النهارده باذن الله تعالى هيكون فوز معنوي مهم جدا للاهلي في المرحله الحاليه وقبل المرحله الاكثر اهميه، مرحله بطوله دوري ابطال افريقيا ونصف النهائي في هذه البطوله. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. نرجع لترند الاهلي ونكمل اهم وابرز المواضيع اللي كانت على السوشيال ميديا النهارده بخصوص الفريق، وتحديدا نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلم عن اخر 9 مدربين للنادي الاهلي وكيف كانت اول مواجهه ليهم، وبيتكلموا على ان موسيماني يدخل مواجهه المقاولون لتفادي ما حدث لجاريدو ولاسارتي وخساره من الرجاء المطروحي وبيراميدز. 9 مدربين، كابتن محمد يوسف فاز على ما اتذكر على تليفونات بني سويف، جاريدو في اول مواجهه ليه خسر من الرجاء، كابتن فتحي مبروك فاز على النصر، بيسيرو فاز على طلائع الجيش كان هدف 1-0 على ما اتذكر، مارتينيول فاز على بتروجيت، حسام البدري فاز على الاسماعيلي، كارتيرون تعادل مع الاسماعيلي، ولا سارتي خسر من بيراميدز، واخر مدير فني رحل عن النادي الاهلي اللي هو كان مستر ريني فايلر وفاز على سموحه في بدايه هذا الموسم بهدف للا شيء. ان شاء الله نتمنى ان مستر بيتسو موسيماني يكون موفق في اول مواجهه لي مع النادي الاهلي ويقدر يفوز في هذه المباراه. طيب خلينا نروح لموضوع اخر وجزئيه اخرى غايه في الاهميه من وجهه نظري واكيد مهمه جدا بالنسبه لمحمد الشناوي، وهي من حساب الاهلي اليوم على فيسبوك، وبيقولوا ان الشناوي تفصله مباراه واحده عن تجاوز رقم شريف اكرامي كاكثر الحراس حفاظا على نظافه شباكه، واحنا عارفين ان اكرامي كان وصل للرقم 23 في موسم 2017-2018 وحافظ على نظافه شباكه في 23 مباراه، ده كان رقم كبير جدا. عدله خلاص السنه دي محمد الشناوي اللي بيتالق وبيقدم افضل مواسمه مع النادي الاهلي، وصل للرقم 23 ايضا، عنده فرصه كبيره النهارده ان شاء الله يخرج بشباك نظيفه ويفوز النادي الاهلي عشان يكسر هذا الرقم لحارس مرمى النادي الاهلي السابق وهو شريف اكرامي حارس بيراميدز الحالي. نتمنى كل التوفيق لمحمد الشناوي. طيب خلينا نروح لجزئيه اخرى واخيره في ترند الاهلي وهي خاصه بصفحه ماجيكانو على فيسبوك واللي بتتكلم عن طاهر محمد طاهر، وبتقول صديق الامس منافس اليوم وصديق المستقبل. طاهر محمد طاهر من اللاعبين اللي محتاجين النهارده كمان ان هم يثبتوا مدى جدارتهم بارتداء الفانيلا الحمراء لمستر بيتسو موسيماني. طبعا لاعبي النادي الاهلي هم اللي هيكونوا مركزين قوي في مباراه اليوم عشان المدير الفني الجديد، لكن الامر نفسه بينطبق على
طاهر محمد طاهر نجم النادي الاهلي الجديد اللي اكيد هيلعب بكل قوه النهارده في مباراته مع فريقه الحالي فريق المقاولون العرب. نتمنى له كل التوفيق وعندنا ثقه كبيره جدا في طاهر محمد طاهر كعنصر هيكون اضافه للنادي الاهلي في الموسم الجديد. ده فيما يتعلق بترند الاهلي. خلينا نقرب كمان للصوره بشكل اكبر وما يحدث في استاد القاهره الدولي قبل ساعات قليله من استضافه مباراه اليوم ما بين الاهلي والمقاولون. عشان كده اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد المتواجد في استاد القاهره. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك يا زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. طمنا يا كريم عن اخر الاستعدادات لاستقبال مباراه اليوم ما بين الاهلي والمقاولون العرب في استاد القاهره الدولي. الحقيقه طبعا اكيد مباراه غايه في الاهميه وهنشوف مباراه فنيه قويه جدا طبعا، يعني مع احترام طبعا الكابتن عماد النحاس، لكن بيتسو موسيماني النهارده اكيد النهارده عليه دور كبير في تهيئه اللاعبين نفسيا. مش هتكلم على الفنيات طبعا زميلي امير لان يمكن الوقت قليل جدا، الراجل يمكن جه 6 صباحا محاضره في تدريب ثم معسكر، لكن النهارده هو الجانب النفسي الكبير جدا اللي بناكد عليه، لان من خلال رؤيتنا للتدريبات الاخيره سواء في معسكر الفريق او التدريبات الاخيره لمستر موسيماني بيتكلم مع كل اللعيبه بشكل متواصل، محاضراته طويله جدا بتستغرق عدد من الوقت، وده يدل ان في يعني كلام بشكل فردي مع اللاعبين وبشكل جماعي، الراجل عايز يوصل فكره يوصل مطالبه الفتره اللي جايه، عايز كل اللعيبه يعني خلاص بقى تلعب بنفس، طبعا ما يبقاش فيه طبعا اي حاجه بتعقم او اي حاجه مركزه عليهم بشكل كبير، لان خلاص الدوري اتحسم، فالمباراه المتبقيه هي هتكون بروفا لمباراه الوداد المغربي، وده الامر اللي اكيد بياكد عليه الجهاز الفني بالكامل. كابتن سامي قمصان اكيد مع بيتسو موسيماني ليه دور كبير جدا سواء في التشكيل يكون متواجد النهارده او في ايضا كمان معلومات الكثيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، فبنتمنى النهارده ان شاء الله لعيبتنا تساعد مستر موسيماني النهارده باداره المباراه الفنيه، وايضا كمان النهارده كل اللعيبه تكون محافظه على نفسها بشكل كبير. النهارده طبعا كالعاده المباراه في استاد القاهره الامور كلها بتمشي بشكل طيب جدا ومميز جدا لفريق النادي الاهلي مع التنظيم، احنا عارفين المباراه ما بتكون من تنظيم النادي الاهلي، وبناكد في كل مره امير بتكون الامور كلها سلسه، الامور كلها طيبه لفريق النادي الاهلي من حاله التعقيم، من حاله التواجد، من حاله دخول اللاعبين وخروجهم، فان شاء الله باذن الله المباراه تعدي على خير بدون اي اصابات. الامر المهم جدا احنا بنفقد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، محمود وحيد، ربيع، الشيخ، اجاي، معلول، في منهم طبعا معلي معلول الوحيد يمكن اللي هو متواجد في تونس ليه المنتخب، لكن عدد كبير من الاصابات بنعمل بقى النهارده ما يبقاش في زياده عليهم، الامور كلها تكون ماشيه بشكل رائع ومطمئن لفريق النادي الاهلي. 3 نقاط واداء مع النتيجه ان شاء الله اللي بنعملها، الحفاظ كله اهم حاجه على لعيبه النادي الاهلي، ان القادم اصعب لكل اللاعبين، وبنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. اكيد يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في هذه اللحظات في استاد القاهره الدولي، وقال لنا اجواء الاستاد قبل هذه المباراه، واتكلم معانا كمان في تفاصيل اخرى بتخص الفريق قبل مباراة اليوم الصعبة جدا بكل تأكيد أمام المقاولون العرب. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل فقرات الحلقة، استنونا. نروح للترند العالمي وكلام كتير تحديدا عن مباراة اليوم اللي هتكون الساعة 8:15 ما بين أستون فيلا وليفربول، مباراة مرتقبة بالنسبة لكل المصريين كمان، لأن عندنا ثلاث عناصر في تشكيل الفرقتين سواء تريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا ومحمد صلاح في ليفربول. فبالتالي حساب يلا كورة على تويتر بيتكلم عن المواجهة المصرية بالأراضي الإنجليزية وبينوه عن مباراة اليوم، والناس كلها أكيد متابعة وعارفة أن في مباراة مهمة جدا النهاردة. طيب خلينا نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلموا عن محمد النني في حديثه عن مباراة الأخيرة أمام فريق ليفربول وفوزهم بضربات الجزاء الترجيحية أعتقد في مباراة الكارباو كاب. فبالتالي كان بيتكلم في حته ان هو كان عارف ان ليفربول هيكون خصم صعب في ملعبه في الانفيلد، فاحنا حاولنا ان احنا كارسنال يعني نقدم مباراه افضل من المباراه اللي قبل كده اللي كانت في الدوري وفاز فيها فريق ليفربول، فبالتالي تعلمنا مما حدث في المباراه الاولى وحرصنا على الا نعطيهم الكثير من المساحات لانهم يستغلونها بشكل مميز، لذلك ضغطنا عليهم اكثر في المباراه الثانيه حتى لا يلعبون بارتياح. يعني النني كان لعب في هذه المباراه بشكل اساسي وبيأدي في الحقيقه موسم جيد جدا مع ارتيتا المدير الفني الاسباني لفريق ارسنال، نتمنى له يا رب دايما التوفيق. طيب خلينا نروح كمان لحساب جريده صن على تويتر واللي بيتكلم على تصريحات لجوارديولا مدير الفني لمانشستر سيتي عقب التعادل مع ليدز امبارح، مباراه كانت قويه جدا انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.
طبعا كانت مواجهه ما بين جوارديولا طبعا المدير الفني الكبير لمانشستر سيتي ومارسيلو بيلسا طبعا المدير الفني الكبير لفريق ليدز يونايتد. وجوارديولا بيتكلم عن يعني فرقته في اول ثلاث جولات في الدوري الانجليزي ما جمعوش نقاط كتير، فبيقول انا لا افكر بعد ثلاث مباريات فقط في امكانيه الفوز بالدوري. لسه يعني قصده ان لسه المشوار طويل وموضوع حسم بطوله الدوري او المنافسه على البطوله لسه مش هتكون واضحه دلوقتي. ده امر طبيعي وتصريحات طبيعيه من جوارديولا عقب الاداء المتذبذب مع بدايه الموسم. طيب خلينا نروح لحساب جول واللي بيتكلم عن إيدوسون كافاني وان هو قرب خلاص ان هو ينتقل لفريق مانشستر يونايتد، وحاطين صوره للثلاثي الهجوم في الفتره الحاليه قبل انتقال كافاني الوشيك جدا بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان. هو لاعب حر دلوقتي فناقص ساعات على اغلاق الميركاتو الحالي، فالثلاثه الموجودين في خط الهجوم هو ماسون جرينوود وراشفورد ومارسيال. فبيقول لك يعني ممكن يكون الشكل عامل ازاي لو انتقل إيدوسون كافاني لصفوف فريق مانشستر يونايتد. هيبقى في كشف طبي للاعب وبنسبه كبيره جدا هينضم لفريق مانشستر يونايتد عشان اكيد هيكون اضافه في خط هجوم مانشستر اللي محتاج اضافات، بالاضافه طبعا لبرونو فرنانديز اللي بالمناسبه جاب جول من شويه من ضربه جزاء امام توتنهام، ومباراه دلوقتي 2-1 لتوتنهام، مباراه قويه جدا في الدوري الانجليزي. خلينا نروح لحساب جول نيوز على تويتر واللي بيتكلم عن تصريحات طبعا لنجم نجوم مانشستر يونايتد السابق واين روني ولاعب ديربي كاونتي الحالي في الشامبيونشيب، وبيتكلم عن رايه في التقارير اللي بتربط سانشو بمانشستر يونايتد، وبيقول ليه هندفع كمانشستر يونايتد يعني 100 مليون يورو في سانشو واحنا ممكن ندفعهم في لاعب اهم بالنسبه لنا هو هاري كين ونقدر نحصل على خدمات اللاعب. دي رؤيه فنيه من واين روني اللي اكيد بيشجع مانشستر يونايتد احد ابرز العناصر في السنوات الاخيره بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد. عامه ناقص ساعات قليله زي ما قلت لحضراتكم على اغلاق الانتقالات الصيفيه الحاليه في اوروبا، فهنشوف مانشستر يونايتد هيعملوا ايه. موضوع انتقال سانشو هيبقى صعب جدا جدا لان دورتموند متمسكين بيه، لكن في نفس الوقت ليه لا ممكن يفكروا في هاري كين رغم ان مورينيو هيبقى في صعوبه كبيره جدا في التخلي عنه حتى لو المبلغ اكتر من 100 مليون يورو. طيب خلينا كمان نروح لحساب بي بي سي على تويتر واللي نشر خبر بيتكلم عن مويس كين مهاجم فريق ايفرتون واللي فرص مشاركته في الفتره الحاليه صعبه شويه في ظل تالق ايفرتون مع انشيلوتي وتالق خامس رودريجيز وتالق كيلفرت لوين وريتشاردسون وعدد كبير جدا من اللاعبين المميزين في ايفرتون بادين موسم اكثر من رائع مع انشيلوتي في الحقيقه بعد الانتدابات الجديده. فبالتالي مويس كين اللي كان انتقل من يوفنتوس لايفرتون خلاص يعني ما فيش اعتماد هيكون عليه قوي في ايفرتون، ففي يعني زي طلب اعاره من فريق باريس سان جيرمان لاستعاره اللاعب خلال الفتره الحاليه. هنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه بالنسبه لمويس كين اللي كان انطلق مع يوفنتوس انطلاقه قويه جدا لكن مع ايفرتون كان غير موفق اطلاقا. لسه مع الانتقالات الصيفيه الحاليه والكلام على تشيبو موتينج اللي انا في اعتقادي الشخصي مع ايجنت قوي مميز جدا، يعني لو تفتكروا حضراتكم من حوالي 3 سنين موتينج كان بيلعب في صفوف فريق ستوك سيتي الانجليزي ونزلوا درجه ثانيه لكن انتقل فوجئنا ان هو متواجد في باريس سان جيرمان بيوصل معاهم لنهائي تشامبيونز ليج بيأدي اداء كويس. المره دي هو خلاص على وشك الانتقال لفريق بايرن ميونخ الالماني، هنشوف الانتقال ده هيحدث ولا لا، لكن ده ان دل يدل على ان المهاجمين بالكواليتي العاليه قلوا شويه فعشان كده بيتم اللجوء مثلا للاعيب زي تشيبو موتينج مع كامل احترام لامكانياته. لكن في نفس الوقت غريب بالنسبه لي شويه ان هو كمان يروح بايرن ميونخ، فانا اعتقد ان هو معاه ايجنت قوي يعني، لكن في كل الاحوال هو لاعب جيد يعني مش لاعب سيء. طيب خلينا نروح لخبر اخر هو خاص ببيدرو طبعا لاعب فريق روما الجديد واللي احرز هدف اكثر من رائع في شباك اودينيزي بالامس، وكان مميز جدا هذا الهدف زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشه دلوقتي. وبيدرو طبعا كان لاعب في فريق تشيلسي وكان احد عناصر المميزه، انتقل لفريق روما. دي اهداف المباراه بشكل عام، اعتقد الهدف الاول ده جيكو نجم هجوم روما دي ضاعت ما جاتش كمان جول. طيب لكن الاهم في الخبر بالنسبه لي هو هدف بيدرو اللي بيثبت اقدامه مع فريق روما. وبيدرو طبعا لعيب عنده يمتلك ما يكفي من خبرات بعد مشوار طويل جدا مع برشلونه وايضا مشوار طويل مع فريق تشيلسي الانجليزي، فلاعب اكيد مميز في كل الاحوال. مباراه الامس كانت مباراه
قويه جدا ما بين اودينيزي وروما، وانتهت بفوز نادي العاصمه اللي هو روما بهدف نظيف للاعب بيدرو، واعتقد دي اولى اهدافه مع فريقه الجديد فريق روما الايطالي. هدفه كان رائع جدا في الحقيقه بالنسبه لبيدرو. روما دايما من الفرق الكبيره اللي ليها شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، لكن دايما مش محظوظين في البطولات، ودايما بيتعثروا في بعض الاوقات الحاسمه على مدار المواسم في كل الكره الايطاليه تحديدا. طيب دلوقتي جه ميعاد مشاركات جمهور النادي الاهلي معانا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، وكان السؤال توقعاتكم للتشكيل الاول لمستر بيتسو موسيماني مع الاهلي في مباراه اليوم امام المقاولون العرب. نبتدي بمحمد عادل اللي توقع في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه هاني وياسر وايمن وشكري اللاعب الناشئ، وايضا في نص الملعب السوليه ديانج الشحات قفشه كهربا، والمهاجم بادجي، وبيقول ممكن يلعب هاني او فتحي قلب دفاع، وايمن اشرف باك ليفت يعني. طيب محمود بيتكلم عن التشكيل وقال الشناوي في حراسه المرمى، ايمن ياسر فتحي هاني في الدفاع، ديانج السوليه كهربا قفشه الشحات في نص الملعب، وبادجي مهاجم. سيد ايمن قال الشناوي فتحي ياسر ايمن اشرف معلول السوليه، معلول كده كده مش موجود، معلول مع منتخب تونس عشان الاجنده الدوليه، وايضا في نص الملعب السوليه وديانج قفشه الشحات كهربا ومروان. طيب خلينا كمان نروح لمحمود عاطف واللي بيتكلم على في حراسه المرمى بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي وتوقعه ليه، الشناوي هاني ياسر ايمن اشرف واحمد فتحي، في نص الملعب ديانج حمدي فتحي الشحات قفشه كهربا، والمهاجم بادجي. علي عصام قال الشناوي في حراسه المرمى محمد شكري ايمن اشرف احمد فتحي محمد هاني، السوليه قفشه الشحات وليد سليمان حمدي فتحي بادجي، واخيرا محمد رستم قال الشناوي هاني ياسر ايمن فتحي السوليه وحمدي فتحي والشحات وقفشه وكهربا والمهاجم اليو بادجي. دي كانت بعض التوقعات لجماهير الاهلي لتشكيل اليوم واول تشكيل لمستر بيتسو موسيماني في اولى مبارياته امام المقاولون العرب ومع النادي الاهلي في فتره باذن الله تكون ناجحه ويكون موفق فيها مستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق. نتمنى يا رب كل التوفيق ليه في مباراه اليوم، الانطلاقه دايما بتكون مهمه، كل فوز للنادي الاهلي حاليا هيكون فوز معنوي ودفع معنويه هامه جدا قبل التحدي الافريقي الاهم والاكثر اهميه بالنسبه للاهلي وجمهوره، فباذن الله يكونوا موفقين. المباراه النهارده الساعه 8، فوز ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي على المقاولون العرب، الند اللي هيكون قوي جدا واللي عنده اهداف ودوافع مختلفه في المربع الذهبي لجدول بطوله الدوري الممتاز هذا الموسم. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره حلقه جديده ومتابعه لما سوف يحدث في مباراه اليوم ما بين الاهلي والمقاولون، وردود الافعال هتكون ايه بالنسبه لاول مباراه لمستر بيتسو موسيماني. استنونا، الى اللقاء.